حد بيقول طيب ليش عقد حياتي بهالطريقة؟ خلينا نشوف. في يوم عادي تقوم الصبح فتشتغل مكينة القهوة وتحضر لك القهوة المفضلة. خلصت شرب القهوة فيشتغل الشاور بحرارة الماي اللي انت متعود عليها. تركب السيارة رايح العمل فتختار لك السيارة الطرق الأقل ازدحاماً. مزاجك متعكر؟ مو مشكلة، بتشغل لك السيارة موسيقى تعدل مزاجك. تأخرت عن موعدك، ترسل الرقاقة اللي في جسمك رسالة لمديرك تقول له انك بتتأخر بسبب الزحام. تفتح تلفونك فتيك رسالة شكر من صديقك اللي كان مريض في المستشفى. صديقك هذا لما مرض عنده مايكروتشيب في جسمه، هالمايكروتشيب أرسلت رسالة للمايكروتشيب اللي عندك أنت، قالت لها أن فلان مريض، فقامت بطاقتك أنت وأرسلت ورد أبيض حق صديقك. كل هذا يصير بدون ما تفكر فيه أو تتدخل. ماذا عن المدينة اللي أنت عايش فيها؟ تخيل كاميرا ذكية موجودة في كل شارع، تراقب الشارع وتجمع معلومات عن الزحام والطقس والحوادث. هذه الكاميرا توصل هالمعلومات إلى مركز بيانات، وبعدين هالمركز يرسل بياناته إلى مركز آخر. تخيل هناك العشرات من مراكز البيانات في المدينة، شيء عن الجريمة وشيء عن الأمراض، وبعدين ترسل كل البيانات إلى مركز رئيس يقوم بتحليل هذا الكم الهائل من البيانات، وبعدين يعطي نتائج واقتراحات للناس بناء على التحاليل اللي خرجت من هذه البيانات.